يا عيني لك خرجتني قصبر عني يا اخي صوتك ما شاء الله لما انا اخوك قبيل الصبح عيسى هم لما انا اخوك قبيل الصبح عيسى هم وحملوها وسارت بالدجى الإبل لما علمت بأن القوم قد رحلوا لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس منشغل شابكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وبكى وأنني وشكى وقال لي يا فتى يا من ضاقت بك الحيل إن البدور التي بالأمس جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا ويا حمام الدوح وش مالك تون وانت ربع لي ونونيت مش بس انت اللي يمر بيك الحزن انا حزن من الصغر ربيته يعطيكم العافيه